السلام عليكم صحباتي خوتي، كيراكم دايرين؟ كلشي لاباس بخير الحمد لله والشكر لله. اليوم غادي نصاوب معكم القروت. ديجا كنت صاوبته معكم بصح هذا واحد اخر. عندي نص كيلو ديال السميده، ها هي السميده ديك القليضه هذيك، وعندي نص كيلو ديال التمر قشرته وقلعت له هذيك العظم ديالو. عندي هنايا واحد جوج معلقات ديال اللوز رحيته وكلشي، وعندي هنايا جوج معلقات ديال هذا الزنجلان حتى هما نص طحنا غير نص طحنا، وعندي هنايا واحد نص كاس ديال زيت الزيت غير الزيت العاديه باش نبسو هاد السميده، وعندي هنا معلقه ديال الزبده. وهانتوما معانا غادي نديرو هادي الفور بطبيعة الحال، كاع صحاباتي تبارك الله عليهم يعرفو الفور التمر، ونرجع معاكم. ودابا حنا درنا الزيت ديالنا هنايا داك نص كاس ديال الزيت ومعلقة ديال الزبدة ما دوبتهاش، وهذا وحدة فاني هاهي، ونبقاو نبسو فيها هكا، ندخلو لها هادشي كامل. هاد السميدة شوية كتكون حرشة نتاع القروت كتكون شوية غليظة. ايوا هادشي اللي كاين، ندخلو فيها كاع هادشي ونرجع مع صحباتي. هنايا وهي طني بحال نحسن من هاد الكاميرا. هاني رجعت معاكم، ها هي السميده ديالنا كيما هكا خصنا نخدموها. دخلنا فيها ديك الزبده والزيت، دابا غادي نخليوه هو شحال ما خليتو هاد السميده تشرب مزيانه بحال انا دابا درتها، دابا راه العشيه غادي نخليها حتى لغدا في الصباح ان شاء الله ونخدم بها، هي شحال ما شربت تكون مزيانه. ويلا كنتو عاود مزروبين بها ماشي مشكل، خليوها غير شويه يشرب داك الزيت وخدموها. يلاه فرنا هذاك التمر ونرجع معاكم. ها هما البنات، ها هي العجينه ديالنا صايب المقروط ديالنا، ها هو هذاك الاخر كسميتو التمر اللي فورناه، ها هو هنايا درنا كي هكا رقيق، وهذه لويناها كيما هكا لويناها خديناها وجبناها هكا. دابا في هذه المرحله هذه نخويوها هكا ولا هكا كيما بغيتو. دابا نسدوه كيما هكا، ثم كل واحد الاخر اللي يكون عنده زعما هذا كسميتو هذا المول هذا ولا كيمول ولا المرشم. انا عندي هذا وعندي هذا، وديجا راني صاوبت هنايا، ها هي وريو ايا ها هما، وبغيت زعما نزيد قدامكم باش ديروا باش تشوفوا هانتوما. دابا حيدنا هاد الجناب هادو كاملين، حيدوه كيما هكا باش يجينا داك هذا المقروط يجينا هيشان. دابا حنايا كنقطعوا هادي يمشيو جنب، نقطعوا نحاولوا نديروا الموس دائما ندفعوا به هادي عاود بسم الله يمشيو جنب مع هاد المراشم هادو زوينين كينفعوا كيجيبوا لك التقطعه هي هاديك. عاود هذا جنب، هادي عاود هكا جنب، صافي بسم الله نعاودو بهادي نهزوها، هادي اللي خدمناها هاي. هاهو مكيلصق ما والو
هذاك الشيء على حسابكم، كاين اللي كيبغي القرود صغير كاين اللي بغيه كبير، يعني نتوما على حسابكم ديروا اللي المرش ملي يكون عندكم. انا وريتكم الطريقه وانتم اختاروا المرش ملي يعجبكم. هذا الشيء اللي كاين. ايوا دابا صحباتي غادي نكمل كاع هذا الشيء ونهبه وكي نبدا نبغي نقلي نرجع مع صحباتي. ها هو كلها وحده من هنايا، حنا رجعنا معكم. درنا الزيت ديالنا يسخن، ما خصوش يسخن بزاف، غادي نرميو هاد الشويه هاد الطريف هذا ونشوفوا الزيت ديالنا كيفاش غادي يدير باش نقدروا نحطوا فيه. هكا نقدروا نحطوا فيه يعني ما سخنش بزاف. دابا بسم الله هاو الكوب ديالنا، ورطوا بالكم ديالكم عندنا العسل ديالنا. دابا المقرود ديالنا راه كيتقلى هنايا، العسل ديالنا نخويه بسم الله، نخويه هنايا صافي باش غير نخرجوا المقرود ديالنا من هنايا ونخويه في العسل. وهانتوما معنا صحاباتي نقليه ونرجع معاكم. ها هو المقرود ديالنا، شوفوا تبارك الله ما كيتفتت ما حتى شي حاجه. ها هما كل شيء ها هما اللي درناهم، ها هما هنايا هاد المقروطه راه هاد ما بغاتش تبان، هاي هادي ما بغاتش تبان، مانيش عارفه هادي مالها. ايوا ها هما نقليو ونرجع مع صحاباتي. البنات ها هو المقرط ديالنا وجد، ها هو نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه حتى نتوما، وراه كيجي زوين الصراحه، كيجي واعر. هاني قسمت معاكم هذه، ها هي، وبالصحه والراحه، والله يعطيكم الصحه والله يخطيكم صحباتي، الله يحفظكم وواشركم بروكه حتى نتوما. ما تنساوش ديروا لنا جيم ابوني وبارطاجيو الفيديو.